ونتحدث أكثر عن هذا الملف. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور إبراهيم عشماوي، وهو مساعد وزير التموين المصري. أهلا بك دكتور معنا على شاشة CNBC عربية. ربما هذه القرارات الأخيرة، كنا شاهدنا تخصيص تقريبا 45 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي من المزارعين، وهذا الرفع الذي كنا شاهدناه بالنسبة لتوريد الأرذب للقمح إلى هذه المستويات، برأيك إلى أي مدى أو كيف سوف يكون تأثيرها بالنسبة لهذه القرارات على هذا الملف؟ هذا الملف هو أحد الملفات الهامة جدا في منظومة السلع في مصر. القمح بيأتي على رأس هذه المنظومة. الحقيقة إحنا بنستهدف من زراعات القمح توريد ما يقرب من 4 مليون طن، أعلى من العام المنصرم بسبب التحفيز الذي تم لتوريد القمح. حضرتك ذكرتي كان أردب القمح 875 جنيه، في التسعير في هذا الموسم قفز إلى 1500 جنيه، وده الحقيقة هيكون مدعاة لتحفيز المزارعين والتجار على توريد القمح. لدينا ما يقرب من 420 نقطة لتجميع القمح. رفعنا كفاءة التخزين والساعات التخزينية إلى 5.5 مليون طن. إحنا بنستهلك ما يقرب من 21 ل 22 مليون طن سنوياً. الإنتاج المحلي يقترب من 10 مليون طن، ويكون هناك استيراد ما يقرب من 11 مليون طن. مصر من هي من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقمح. الحقيقة هذه المنظومة هامة جدا بالنسبة لرغيف الخبز. أنت عارفة حضرتك عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز في مصر يصل إلى 72 مليون مواطن. كل مواطن يتحصل على خمس قطع من الأرغفة بسعر 5 قروش، في حين أن الخبز الواحد أو رغيف الخبز الواحد يكلف الحكومة 90 قرش. فبالحقيقة هذا الأمر يعني أمر هام جدا، وهو الاهتمام بمنظومة الخبز، وتأتي من بداية الزراعات والتوريد حتى تصل إلى المستهلك المصري. ننتج يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف خبز على مستوى 32 ألف مخبز تمويني على مستوى الجمهورية. أتحدث عن مليار رغيف سنويا، فبالتالي بيكون نصيب الفرد المصري من ما يقرب ثلاث أضعاف المتوسطات العالمية. فكان هذا هو السبب الرئيسي للاهتمام بهذه السلعة وتحفيز المزارعين والتجار على التوريد. إضافة إلى ما ذكرت، الحقيقة يعني هناك 42 جلسة تمت لسلعة الأقماح على البورصة المصرية للسلع، والقمح كان أول سلعة بيتم تداولها على البورصة. والحقيقة هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين التي تمثل الزراع المشتريات بالنسبة للدولة هي التي قامت ببيع كمية تصل إلى ما يتعدى 500 ألف طن من الأقماح. امبارح كان هناك جلسة وتقدم 122 مطحن لشراء الأقماح من إجمالي 156 مطحن على مستوى الجمهورية. ده بيؤكد نجاح الدولة المصرية في التعاطي مع سلعة القمح إضافة إلى سلع أخرى. نعم. طيب دكتور، ربما في ظل هذا الطلب الكبير يعني، وربما لتغطية الطلب داخل المدن المصرية، ما هي مستهدفات التي تضعها الآن الحكومة المصرية فيما يخص الإنتاج وكذلك بالنسبة للاستيراد؟ زي ما ذكرت، وزارة الزراعة أعلنت قبل بداية الحصاد أن المساحة المزارعة تصل إلى 3.2 مليون فدان. متوسطات الإنتاجية للفدان تصل إلى 19 ل 20 أردب، يعني ممكن يكون هناك ما يقرب من 10 مليون طن مستهدفة من الإنتاج. والحقيقة ما هي المدة هذه؟ تحدث عن 10 مليون، يعني ربما المدة، مدة استهداف هذه المستويات دكتور؟ دي بتبقى على مدار الموسم 4 شهور. الموسم بيبدأ في أبريل زي ما معلوم بالنسبة للناس، فهذه الفترة 4 شهور. وإحنا أوريدي يعني إضافة إلى هذا الأمر تم
استيراد ما يقرب من 600,000 طن من الأقماح مسبقا. عارفة إحنا بنكون مخزون آمن، ومصر هي تعتبر الدولة الأولى في المنطقة اللي هي لديها احتياطات آمنة من مجموعة من السلع الاستراتيجية والأساسية. نحن نبقي على 6 شهور من الاحتياطات لسلع زي الأقماح والسكر والرز والزيت وخلاف، وده الحقيقة بيعتبر في مؤشر الفود سيكيورتي إندكس من أعلى الدول اللي لديها احتياطات آمنة لهذه السلع الاستراتيجية. فزي ما ذكرت الإنتاج هيصل إلى 10 مليون طن خلال 4 شهور. نوعنا مصادر الإمدادات بالنسبة للأقماح لتشمل 22 منشأ عشان ما يكونش في هناك كونسنتريشن أو تركز في واردات الأقماح كما كان في السابق. بندرس فكرة التحوط أو الهاجينج ضد تقلبات الأسعار في البورصات العالمية. فكل الحقيقة الإجراءات اللي بتتخذ من قبل الحكومة هي بتستهدف واحد، تكوين احتياطي آمن، رفع كفاءة المخزون، تحفيز المنتجين والمزارعين. هناك إجراء آخر وهي يعني قامت به الحكومة المصرية أن يكون هناك ما يسمى بالتعاقدات التي تتم مع المزارعين مسبقا تحت مسمى الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد حصص محددة من السلع الاستراتيجية، وهيكون المحاسبة المالية كالمحاسبة في البورصات العالمية. فده يسمى سعر الضمان لمكافأة المزارع على زراعة وتحفيز زراعة هذه السلع مثل الذرة الصفراء زي عباد الشمس وخلافه. طيب دكتور، بعيدا عن السلع الغذائية، دعني أقف معك مع السلع التي كنا شهدنا عليها يعني حديث كبير. نتحدث عن الذهب في مصر الآن، يعني ما يحدث في السوق الذهب وخطط الدولة للتعامل مع هذه الارتفاعات، وكذلك يعني إمكانية تداول السلع بالنسبة للداخل البورصة السلعية بالنسبة للذهب في مصر؟ احنا بالفعل في البورصة المصرية للسلع وبصفة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع درسنا مجموعة من السلع، سواء سلع غذائية أو سلع غير غذائية زي الحديد زي الذهب زي القطن وخلافه. والحقيقة ما زلنا بننظر في كيفية تشجيع تجار الذهب ان هم يتم تكويدهم واشتراكهم في البورصة المصرية للسلع. وحصل أكثر الحقيقة من أقول إيه أكثر من 30 لقاء مع مستوردي الذهب ومصنعي الذهب وتجار الذهب ومسوقي الذهب لإقناعهم بالفائدة التي سوف تعود عليهم وعلى السوق من تداول هذه السلع. كما تعلمي الذهب في مصر بينظر إليه كزينة وخزينة، ومصر من أكبر الدول التي تتحلى بهذه الخامة. زي ما بنقول في مصر بيبقى زينة وخزينة، وهو وعاء آمن للحفاظ على قيمة العملة في ظل الاضطرابات السعرية التي تحدث عالميا. بص النهاردة الفيدرالي الأمريكي بيرفع أسعار الفايدة على مستوى القارة الأوروبية، التضخم الذي يوسف ويقفز الحقيقة قفزات كبيرة جدا. فكان للمصريين، انت عارفة المصريين دايما بتضع في حسابها فكر الادخار، سواء ادخار الطعام أو ادخار الذهب. وزي ما ذكرت هو بيستخدم كوعاء من الأوعية الداخلية أو الأوعية الاستثمارية، أو إن الناس بتتباهى بيه في الأعراس وخلافه. فالحقيقة الدولة النهاردة بتنظر في أكثر من شأن فيما يتعلق بالذهب، لأن حصل قفزات سعرية كبيرة بسبب سعر الصرف وبسبب زيادة الطلب على الذهب، يعني زيادة الطلب على الجنيهات الذهب، ويمكن الطلب زاد يمكن الضعف عن السنة الماضية.
ناس بتتسارع إلى اقتناء السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية. يعني في إمكانية تداول ذهب في البورصة السلعية دكتور باختصار؟ نعم، الدراسة ما زالت قائمة والحديث ما زال مستمر على أساس أن هو يتم تداول هذه السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع. نشكر هذه المداخلة الدكتور إبراهيم عشماوي، أنت مساعد وزير التموين المصري، شكرا جزيلا لك.